الأول توفي رجل عن زوجة وأم وبنت وأخوين وأختين شقيقتين وترك مبلغا ومصالح، فالسؤال كالآتي: فكيف يتم تقسيم تركته؟ والجدير بالذكر أن الزوجة رجع بها بعد وفاة زوجها، فهل هي ترجع وترث من زوجها؟ الحمد لله رب العالمين. السائل يقول بأن المتوفى ترك زوجة وأما وبنتا وأختين شقيقتين، فنقول بأن الزوجة ترث الثمن. لماذا ترث الزوجة الثمن؟ لوجود فرع وارث وهو البنت، والأم ترث السدس. لماذا ترث الأم السدس؟ كذلك أيضا لوجود البنت والأختين الشقيقتين. أما البنت فهي ترث النصف. لماذا ترث النصف؟ لأنها انفردت، والباقي يكون للأختين شقيقتين تعصيبا. بمعنى ذلك قلنا بأن الزوجة ترث الثمن، والأم ترث السدس، والبنت ترث النصف. فهنا نقول بأن المسألة ستكون من 24، والزوجة ترث الثمن بمعنى ترث ثلاثة، ثمن ترث ثلاثة من 24، والأم ترث السدس بمعنى أنها ترث أربعة من 24، والبنت ترث النصف بمعنى أنها ترث 12 من 24. البنت ورثت 12 سهما من 24، والأم ورثت 4 أسهم بمعنى 4 زائد 12 بمعنى 6، 16 أسهم، والزوجة ورثت 3 أسهم بمعنى 19 من 24، فسيبقى 5 أسهم. هذا للأختين الشقيقتين يقسمونه فيما بينهما، أو يقسمونها فيما بينهما بالتساوي. فبمعنى الزوجة ترث 3 من 24، والأم ترث 4 من 24، والبنت ترث 12 من 24، ويبقى 5 أصل للأختين الشقيقتين، فيقسمنه فيما بينهم هم فيما بينهن بالتساوي، وهذا ما يسمى العصبة ماء الغير. العصبة ماء يسير الغير. الأخوات مع البنات معصبات. أما اعتبار أن زوجة المتوفى كان قد رجعت إلى أهلها، فهذا لا يؤثر في الميراث، حتى ولو انتهت عدتها، فهي ذهبت وتزوجت بشخص آخر حتى ولو كان خارج أقرباء المتوفى، فيوم الذي يتم تقسيم زوجها فهي تأخذ أيسي نصيبها، لأنها كانت في اسمة الزوج عند وفاتها. لن يولاه سلطان تي رومان كار بس أبارا نعمة لا بيبولا لا تقرصي لا ميكا ميتي كيدا la bapara wingameti ni le kumpuri akinga bayi ya wata ci sokra sokra nange hanna kuy arjaka net fari da wana la para le baza bo zakon ele on ye bo zakon li fa de bi to la sokra ya wata la ton ye li hanni ci da para avec da sida han kay ba sa ni pour kuy lay wala andi da ni pour kuy lay wa bala sida ba sa bi Yabipula.
sidir bi problème ha yim rek da ba wax kay basa arje ka pushuka ren ci do na ci le bi ya ci da ton pour ce hiver ma bi pour ce hiver ba me nek de bu ta ti je meta ba lilu ngom ci ko ya ram rek da ni da ba arje ni ngo ji fa way ji pisi da na sa pisi da na sa ya ni ni atam da pisi da na sa ta la ko ci le ba pisi la nasa ya yoro bisisa na la pisi la nasa don na la ko ci da ma pisi la na po su ke pile yi bu pile yi la ko ci le bi pou de pou le ke pile yi bu ju pile yi bu pisi la na po ti mo li ju ta nasa pisi la nasa po a te pile yi bu ki para ni ta bo pisi la nasa po te pile we don ju te mu na ke ju te mu ma sa o ti le le bo pisi se yi bu te ki da ma bi po se yi ban so yin amma ara ki da para talabe be be yin le wa e la ji da fara a ji da fara bala arabe ya si da fu fu po yin a si da wa na man kar ba ki si da na man kar wa para han da ji da idda wa ta idda wa sa ta ji anti fu ba ye si to ka ban bu da ha na po si da fara da bala a watan dika boy a haki wa bala arabe ya si da so lu po wa a si da wa na man kar wa ka ji da da ni wa lu ku la wu to wallahu a'lam ya la ka be puhurar ka sama barako tsoro te venom famame waso kan apoa lanan ton sokor hampa hede yibin sabat sokan saba wilgame yara sangla samman kalma samman kalma hamba safari kadba ya men ma ampa ne atoporse atabo bonfana rasanga ba anima la le basame mabiropa babiropa tabo william te bomotaba na akida ne bala panane mai la ble basami mabiropa ayibo te bandam ma biba mena rakida nemma la panara ne babe la arzeka la kida bahari te sakra sokoden gese e sannan pui nerfagilli yi farikar ba point apam na wana apiri ta wana wa arzeka po ran sokra lawto ne nuwasilu bi salat saniya thailu yasal توفي شاب عن أمه وثلاث أخوات شقائق وثلاثة إخوة لأب وأخوين لأم وترك مصالح فالسؤال كالآتي فكيف يتم تقسيم تركته الحمد لله رب العالمين قلت بأن المتوفى ترك هذا الشاب ترك أما وثلاث أخوات الشقائق وثلاث أخوات أيضا للأب وثلاثة إخوة لأب وكذلك أخوين لأم أخوين لأم إذا المتوفى ترك ثلاثة أخوات شقائق ثلاث أخوات شقائق وثلاثة إخوة لأب وأخوين لأم ف هنا نقول بأن الأمة ترث السدس لماذا ترث الأمة السدس لوجود أكثر عدد من الإخوة والأخوات أما ثلاث أخوات الشقائق فهن يرثن الثلثين يرثن الثلثين أما ثلاث إخوة للأب فهم محجوبون كنا بأن ثلاث أخوات الشقائق يرثن الثلثين ثلاث إخوة للأب فهم يبقون تعصيبا أما الأخوان لأمي فهم يرثون الثلث أي بمعنى الأم ترث الثلث لوجود جمع من الإخوة والأخوات الشقائق الثلاثة يرثن الثلثين وثلاث إخوة لأب يرثون التعصيب الأخوين لأم يرثان الثلث قلنا بأن الأم ترث الثلث والأخوات الشقائق يرثن الثلثين والأخوات والأخوين لأم أو الأخوان لأم يرثون الثلث
فهنا نقول بأن المسألة تكون من ستة، لأن بين الثلث والثلثين تماثل نكتفي بأحدهما، بين الثلث والثلث تداخل نكتفي بالأكبر وهو ستة. إذن فثلث ستة واحد، هذا للعموم، والثلثا ستة بمعنى أربعة، و ثلث ستة بمعنى اثنين. الأم ورثت واحد، والأخوات الشقائق ورثنا أربعة من ستة، زائد أم يكون خمسة أصل، والأخوان لأم أخذ سهمين فيكون سبعة. بمعنى هنا يدخل قضية أخرى تسمى بالأول، نحن سنقول المسألة كلا سبعة. أما الآسف أخو لأب لم يبقى عليه شيء فهو لا يأخذ شيء، لأن التركة قد انتهى، استغرقت فروض التركة ولا يمسك شكرا إلى متين المال قال بس المال لا بس ما بيبوصة تام ما بيبوصة تام ولا ما نكيد باي ماي لا بها ببي ربا أتابو ولا ما نكيد باي قال ماي لا لبسا ما بيسي ما بيني هي ربا لا مكيد ما قال ماي تمام يبي تبيت بس أرزاقا يلا بقيت وانا إلى تمد كيدا ما بكرة يوبو أم بيريم كيدا هم بس ما بيسين كيدا تبوني لامو كيدا باي ما يوبام ديك تامبو أم بيريم كيدا ما بي ربي يبن لامو كيدا ما انكا لام باوا بام ديك دا تامبو أم بيريم كيدا بابي ربا تابا بام ربو كورم den ko ko ga digi to nan den digi lam pu ji sai go le ne tun 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 ban nan ning tun tun dun do fa da digi ta ti mo wadi fi yamar yo ba poin ti to po sa ata ba ji na ha yo ba poin e la tun ga ji ba mi digi ta po pu ri ji ba le ba yo e yo ba le wa pu ri na sa ne wat den ba mi digi na sa ba ma wa yim na ya yo e nu no ci mabi pour ni mabi lo ni la am ni ci da ma wa ka la am ba wa ba ni da ta ko bu ire yim ni ni du jugal le mo yobe ya ku ire yim den ba ma ndi ko wo ci ba ndi ki ba le ba yobe ci to ya lan du ba ni de ji se ni wo don jo ni wo ni ni da tan le ba ni ka ni da ma la ni du ji se yo ko ya ka yon ko ma wa ndi ku ire na se ko to po sa ta wa tu pita ji ze ta ba ndi ku ku ire ayi ba ma sa ko mabi lo yiba ti ozeme ba me puta ozeme taba amma ba bi ropa taba bum kali ke den nan taba mi den ba mi ne kun da ro ko ni den leader han sawa ba ba li ke bum ni den ko ko ya ya o mi le ko lewto ni Allahu akbar ni le kabe wana riya ya woto ne po dar kar sama bar ko so e ne vin map sen ke ton konté yit wa so so ni spar me bi sa han so se la nan kin ton ne so ko ron pa di ci so kan nga so ba wilgam ti rawa man kalam da ras man kalma abasa farika da ba ya para mpa ne me bi ro yimri na ki da ba anima ne ya bro go ya wa ki da baba wa ma ay baba ya bro he ki da baba wa baba ala mik da mosam ti sokada sokada men da tambange yalla ya bro han biwa ayita sababu ti mabiga mabiga he ya naki da ba anima yimra yin nakalerik fadbi be katin gidra takarik fadu ran sokura lawtoni no wasilu bi suali atali asailu yasal tufiya rajulun an zawjatin wa akhun shaqiq wa jaddun abul ab jaddu al akh fi hadhihi al mas'ala alhamdulillah rabbil alamin السائل يقول بأن المتوفى ترك زوجة وأخا شقيقا وجدا بمعنى أب الأب، فهل يهجب الجد الأخ الشقيق؟ هنا نقول عند الجمهور
فالجد لا يهجر الإخوة والأخوات لغير أب. فنقول بأن ميلاس الجد مع الإخوة أو الإخوة مع الجد يعتبر من أصعب المسائل في علم الميلاس، ولكن اختصارا للوقت نقول بأن الجد لا يهجر الأخ الشقي. أما في هذه المسألة فالزوجة ترث الربع. لماذا؟ لأن المتوفى لم يترك فرعا وارثا، والباقي بمعنى المسألة سيقسم أو ستقسم على أربع، فتأخذ الزوجة واحد من أربع ويبقى ثلاثة أشهر. وهنا دائما الجد مع الإخوة والأخوات لغير أب نبحث ما هو أصلح للجد، فهنا نجد بأن الجد يقاسم الأخ. معنى يقاسم الأخ يجعل الجد كأنه أيضا أخ، ويأخذ ما يأخذه الأخ الشقي والضيف ما تأخذه الأختين الشقيقتين، بمعنى الأسهم الثلاثة يقسم على اثنين، فيأخذ الجد سهما ثم الأخ الشقيق أيضا يأخذ سهما آخر. يا ولم شوكتي 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 تيني لنكام مسابرة لا بس أما بيرو لا مكيلة باي مايم لا بس يابرو تيني شوكتي يلا يابرو أجدر دا مبيغا دفال لا تولي تي ها ني موي ما وزون غارا بانر با موي ما هانغا فار بو ام غادا متي يا برو ا با جيد رو تي مبيغا لا ام تي دا مالا با ما لا ما بان كان لا ما ني فال لا مو نم تي يا برو ني مبي فالو ايا فا ايا مساله يا تو بيل فو فال بو لا كوي كوي بالا تون نا مولي دمي تي ابرو كا جيران مبيغا لا لي دو بيتا مانونا بيت سي جناسي بالا جيدا كابا كيدا كابا بيغا بارا جيدا نافو بويداي بيت ارجا كا سي جناسي نيا كا يم نكو كيدا بارا جين جوتا تاب نانكين لي يا ابرو هم مبيغا يا يمنا اي بليك دا يا ابرو هم مانتي مينيو مبيرو ndikil ba biro wa yeh ndikil ba bi pourse yi ben ndik jeni le ro ma biro wa ma abrik da juta taban ci nan le bon poesie se yi nya ka yew ko ci de ya bro da nya ka yew ko ci de mabi ga den ko ko era ya bro ka gira mabi ga ne faad nel ka ba to ndio ka lo to no wallahu a'lam nuna re ya er pu horar ka sama bar ko so e ne vien ma ab son kon la nan king tori ne so ko hum pa de ti so ka nga so ويلغم تيا بارلا سمان كالما لا كالما لور بوسا بس افريك دبا ياكم ديبلي ايبو لا كومبولي اتابو لا بس ايا بوكو هيا ما وما امباهني يا بوكو هيا با وما تي سوكدارا تمبانغي اي نيمني سبح افريك دبا هانتو سا نيت فاجيل بيري تاوانا اوينا مبيون كو ييوا اي مبي بوكا سمان كالما بو دانواسل بسؤال السائل يسأل توفيت امرأة عن ابنين وثلاث بنات وجدة أم الأم وجدة أم الأب، فسؤاله كالآتي: فكيف يتم تقسيم تركتها؟ الحمد لله رب العالمين. قلت بأن المتوفى تركت ابنين وثلاث بنات وكذلك جدة أو جدتين أم الأم وأم الأب. فهنا نقول بأن الجدتين يرثن السدس ويقسمنه فيما بينهما بالتساوي. ميراث الجدة دائما تكون السدس، ميراث الجدة يكون السدس، سواء كان جدة واحدة هي تأخذ السدس، وإذا تعددنا أيضا يأخذن السدس ويقسمنه فيما بينهما بالتساوي. أما الباقي
فيكون للابنين وثلاث بنات للذكر مثل هذه العنصرية. فهنا نقول بأن المسألة ستقسم على ستة، فتأخذ الجدتان واحد من ستة ويبقى خمسة عشر أسهم، ولكل ابن اثنان، لكل ابن اثنان، إذن الابنان يرثان أربعة عشر أسهم، ولكل بنت سهم واحد. فالبنات الثلاثة يرثن ثلاثة أسهم، إذن ثلاثة زائد أربعة يساوي سبعة. إذن سنعيد تقسيم خمسة أسهم هذه على سبعة، فيأخذ كل ابن سهمين وكل بنت سهما واحدا. رينا ويام شوكا تي شوكنا شوكا من تي ندمان كان بس يا بوسي أبا وما نعم وما لكي دم اللي بس أقوي أقوم نبلي يبو لا أقوم بقول يا تاو لكي دم بس أرزاقا تلاتم بانجسي هندم بيتا وانو ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء les rajouter au coup. Dans son année qu'à Azel Lingham Pau, tu as déjà qu'à Wala Sura Anoula Hampau, ton dit de Sura Noua, les bons poètes et une zinsa yopo. Dans ton âme que Sura Noua, ma te Sura Noua tient un bon zinsa yopo maha, l'en wakar kanga, yam nam mikame, te ton nam pon ki de bili bil fin yibi, jute yibi. Dans bili bil fin an dika yibu, ki on dik yibu. Tibi pou l'fan yi dek yemle, net fan yi dek ou pou l'etaba, net fan yi dek zouwa yemle, zouwa yemle. Ilak mwote li zakali, mis lo hazel konsaya. Bili bila yi fan, dek lo kou pou l'ye yi pou yi. Dan mwen 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 anton la wotou na yi, wallah wala. Njel kabe, wanaryo. Ya wotur pou star kar samba, barakoso. نفينام نينغال صن لامون كون هي صوصا تي صوصا كي تاميلا يا وكاتا سيت نان يال سوتول البوستابا تي وين سان غودون تا سي صوصا هوت بورين اللي واتن تونغا مي ني صوصا ني سبا هينكيتي تي كوت وين نام تي وين نام مان فاجي لي البركه حران صوصا يي سان كي تنداتن سوكا مي يا نيميرو بما زغلا يم بام نات يم سوكرا وا دوغا بوغا تي اينا لا 70 26 42 79 تيمي يا بيسو بوي بيسي لا يوبي بيس ناس لا أييبو بيسو بوي لا أوي ما تي لبنتين تولا واتزاب نميرو زو تيين لا 71 15 68 45 رنيمي يا بيسو بوي لا أيمري بي لا أنو piso bila ni mbas ni pisna se la anu terunda ya soso hannan pasko baga la piso be la anase television ani radio alhuda hanko tiyamba hento nifada zule sa welesko walis long sheri hinsa gal toto tiyar karasa mashek abdul malik ahmad kananzwe ya bwa maliga hariyam soosqa yamba biga sa ni ahmad ndike soosqa ntahar karasa ma masinda mua yad mbiga abdurrahmane bandi bwa mazini biti soosqa nanta yamba ihimbe zini ngawa titkotu wennam
توين نمان الفاجيل البركة وين أقول أنت سي وكتتو تلوي كينجي نيلسون ساتوري وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلي أسونو كاسنغا